أخبار اليوم. تجارية موجودة بالفعل مع المحافظة من قبل كده، بس الحاجة اللي أنا أحب أعملها وأبشر بيها كل الموجودين إن شاء الله إن هو لبى دعوتي ليه النهاردة، إن هو يكون أول مجمع صناعات لمجموعة العرب بعد اللي هو موجود في رويسنا وجبانها إن شاء الله. نتكلم عن مجمع وبالفعل مجمع صناعات، المسمى ده مسمى على حق. احنا بنتكلم على زي ما شفتوا في الفيديو اللي اتعرض من شويه، بنتكلم على كل الاجهزه الكهربائيه، مش بنتكلم بقى على اجهزه بسيطه منزليه، لا بنضيف عليها كمان الثلاجات والمغسلات والتلفزيونات والشاشات كل ما هو. احنا بنتكلم على مجمع متكامل على الدوالي ان شاء الله. على الدوالي طبعا، هو كالعاده دايما بتعمل المصانع على الدوالي، بيبدا دايما الشغل بالحاجه اللي هي بتكون عليها طلب اكثر عشان الدنيا تقوم وتشتغل، ويكون بعد كده بيدخل بعديها في منتجات اخرى اللي برضه بيكون عليها طلب بس ممكن يكون اقل شويه بالنسبه للاحتياج الفعلي للمنطقه. طبعا المجمع ده ان شاء الله يمكن سالت ايه الاحتياج للمساحه المطلوبه بحيث ان كل انتاج بتاع مجموعه عربي يكون موجود عندنا، فهو ذكر لي 250 متر تقريبا ان شاء الله. فأعتقد مساحة زي دي إن شاء الله موفرة.